تحياتي. تكنولوجيا إعادة البث التلفزيوني أو ما يسمى الفار عم بتحقق نتائج جيدة، والدراسات كلها الآن اللي بتأتي بدأت تتكلم عن أكثر من 70% من القضاء على الأخطاء القاتلة والمؤثرة بشكل مباشر بالنتيجة. يعني عنا عدل أحسن 70% من الماضي، وهذا الشيء إيجابي. بس في شيء صدمني حتى الآن في التكنولوجيا هاي، خط التسلل. ليش صدمني؟ لأنه فعلا ما بيشبه خط التسلل اللي كنت أشوفه زمان من إعادة البث اللي كانت تصير. وبالتالي لما تكون الأمور واقفة على شعرها فبتفرق، خط التسلل صار يفرق. ليش؟ لأنه هذا خط التسلل لا يقام بطريقة العادية تاعت البث، بل هي ثلاث كاميرات وما يسمى تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد لأنها تكون فعلا الوضع كأنك جوا الملعب، إضافة لنوع من الذكاء الاصطناعي والعمليات الحسابية اللي بتصير حتى تتأكد إذا اللاعب متسلل ولا لا. يقال إنه أكبر نسبة خطأ ممكن توصل بعض التكنولوجيا، ما هي أكثر من نوع تكنولوجيا مطبقة في التسلل حسب المكان وحسب الشركة، لكن يقال أكبر نسبة خطأ 10 سنتيمتر، ويمكن توصل ببعض الشركات بتحكي لك 5 سنتيمتر فقط خطأ. 5 سنتيمتر حتى حكم التسلل ما حيشوفه، وبالتالي حتى يعني تقدر تحكي والله مش تسلل، يعني ملي سكند أو جزء من الثانية ممكن تفرق. الآن هذا الشيء بيخلينا نحكي إنه إحنا عم نشوف صور ثانية، بنشوف صور غير تعودناها، فهذا الشيء برجع يخلي الناس يحكوا لك شوف التكنولوجيا غلط. لا، وانا اعتقد اللي كان يصير زمان هو الغلط. خط التسلل اللي كنا نشوفه بالإعادة العادية مش هو نفس خط التسلل التقني اللي وصلوا له الآن. في فرق بعض الأحيان، بتحس بعض الأحيان بيطلع مايل. احنا لو نيجي نعمله زمان على الفوتوشوب لما كنا ناخذ الصورة عشان نحكي تسلل، لا نعمل خط هيك، بس فعلا رحت لو جيت أقارن تلقى خطنا زي اللي رايح بجهة وهذاك جاي له هيك، ففي فرق بينهم. هذا الشيء صادم، بس هذا الشيء بخلينا نحكي انه مش كل شيء حتى صارت اللي بتشوفه عينك بدك تصدقه لعندما تدقق، زي ما شفنا بتكنولوجيا البث التلفزيوني، واللي هي انا ما زلت مرتاح ومطمئن جدا لوجودها، انها عم تاخذنا اقرب واقرب لبدا نخلص من الجدال ونخلص من النقاشات اللي بعد المباراه تتعلق بالحكم، وبنحكي بس كره، بنحكي بس جمال هذه اللعبه.